عمر انه اكيد الحقيقه سرعات يعني النادي الاهلي سرعات وبرضه ده هيعتمد على النادي الاهلي، لان النادي الاهلي عنده مصابين جيدين جدا جدا، يعني دينا عمرو وسهيله ورنا علاء وحتى ساره المغربي وعبد الظاهر وحتى في الميديم، ودلوقتي برضه في السيري بوينت نسبتها عاليه ريم موسى بالظبط. فهو هيبتدي فعلا زي ما بيقول كده ممكن يبتدي زون، لكن بالظبط. حسب حاله الاهلي، لو الاهلي التصويبات الخارجيه ما كانش في توفيق فيها توفيق هيضطر هنشوف السكور بتاعنا العادي الاكتمالي. وخلي بالك برضو يا كابتن، احنا عندنا يعني اتنين من احسن لاعبات في مركز واحد، ساره مغربي وريم موسى، الاثنين بينقلوا الملعب بسرعه وفي بول كنترول كبير، والترن اوفر بتاعتهم قليله ومتنوعين. يعني جايز ريم موسى بالزبط. بتعمل سبيد دريبل او محاوره سريعه وساره المغربي بتطلع كور طويله، فالتنوع عندك ده برضو كويس. صحيح. وكنت برضو عايز اقول حاجه في حكايه الاهلي لما بيضغط، يعني هو فرقه الجزيره لما الاهلي بيضغط كانت السنين اللي فاتت بتعتمد على حاجه برضو، ان رضوى تجي لها الكوره وهي اللي تطلع الفرقه وهم يجروا فاست مش مشكله مش ما فيش مشاكل. فانا برضو مهم قوي ان النادي الاهلي لازم رضوى لو هي في نص الملعب يضغط عليها، ما يسمحلهاش اللي ماسكها ان هي تستلم وتنقل الملعب، لان دي بتسهل، ان الاهلي عنده قوه وتنوع في الدفاع الضاغط. صحيح. فلو هما سابوا رضوى بتنقل الملعب.